بكم في النشرة الرياضية. تواصلت على صالة نادي الرفاع منافسات دوري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمراكز الشبابية لكرة قدم الصالة في نسختها الرابعة، حيث دشن فريق مركز شباب أبو صيبع مشاركته بفوز عريض على مركز شباب مدينة عيسى بعشرة أهداف مقابل هدفين ليتصدر بذلك المجموعة الثالثة، فيما اكتسح مركز شباب كرباباد شباك مركز شباب سند بثمانية أهداف مقابل هدفين ليحتل بذلك المركز الأول بالمجموعة الرابعة متفوقا بفارق الأهداف على مركز شباب البحير. تنظيم ممتاز، نتمنى طبعا الأفضل والأفضل مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات تؤسس لشيء أنه تؤلف ما بين قلوب الشباب أكثر من أنه تكون رياضة فقط، ولكن هذه يعني إنجاز كبير يحسب للقائمين على هذه اللقاءات. طبعا النوع النشاط الرياضي في قامة هذا النشاط للمراكز الشبابية وبالأخص لذوي الإعاقة لأول مرة هو محفل رياضي لمشاركة الشباب وبذل طاقاتهم في هذه الرياضة كرة القدم. نشكر سمو الشيخ خالد على دعمه لهذه البطولة، ووزارة الشباب الرياضة متمثلة بالسيد هشام الجودر وزير الشباب على تنظيمهم هالنوع من النشاط الرياضي. والله احنا أول مرة نلعب ويا بعض، مو متعودين، ما سوينا أعداد عالية، إن شاء الله المباراة الجاية نعوض. اليوم الخسارة بثمانية خسارة غير متوقعة، احنا كنا نتطلع للأفضل، عدينا أعداد صح للبطولة، لكن اليوم يعني خان التركيز، ما توفقنا قدام الجول، يعني أتاحت لنا أكثر من فرصة عشان نرجع بالنتيجة، ضيعناها من إيدنا، ولكن إن شاء الله يعني هاي النتيجة ما كنا نتوقعها، لكن إن شاء الله المباريات الجاية نعوض